هلو كيجي، هلو كيجي، ازيكم يا كيجي؟ عاملين ايه؟ ايه رأيكم لو نكمل يونت 4 اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ماي فاميلي. يونت 4 ماي فاميلي. احنا اخدنا المرة قبل كده الفوكابلوري اللي عندي في اليونت: جراما، جرامبا، مامي، دادي، براذر، سيستر. دي الفوكابلوري اللي كانت معايا. تعالوا كده نشوف في lesson 4 هناخد فيها ايه. lesson 4 هناخد letter D. يبقى انا دلوقتي باخد unit 4 lesson 4. اخدنا قبل كده lesson 1 lesson 2 D ودي lesson 3 اهي lesson 3 lesson 4. عندي اسمه ايه ده؟ بصوا معايا كده هنا، انا عندي السطور بتاعتي فين؟ زي ما اتفقنا قبل كده عندي 4 lines 1 2 3 4. تعالوا نشوف النهارده هناخد letter جديد اسمه letter D. اسمه ايه يا حبايبي؟ letter D. بكتبه ازاي يا مس؟ بصوا معايا كده، هاجي هنا من السطر اللي فوق سكاي لاين وهنزل تحت. انا عندي 4 lines 1 2 3 4. سكاي لاين، سكاي لاين، بلان لاين، جراس لاين، ورم لاين. هنعمل ايه؟ هننزل من عند النقطة الدوت، هننزل لتحت كده، وبعدين نقوم عاملين نص دايرة كبيرة كده. ده اسمه دي كابيتال، دي كابيتال. طب سمول بتاعه ازاي يا مس؟ هاجي بين السطرين دول وهعمل نص دايرة كده اهو، زي لتر سي. دي سمول، هعمل لتر سي سمول كده، او نص دايرة صغننة، واطلع بواحد وانزل تاني واعمل ديل. خلاص، يبقى دي كابيتال واحد اهو، بين اهو من اول السكاي لاين لحد فين؟ جراس لاين. وهعمل دايرة كبيرة كده بين السطرين دول، بين السطرين الكبار دول، يعني بيطلع من هنا. طب كرست الانجليش بتاعتي، كرست الانجليش بتاعتي مسطرة سطرين اهم، هعمل ازاي يا مس؟ هاجي من فوق من هنا وهعمل واحد وانزل ازاي كده. دي الكراسة بتاعتي اللي انا بكتب فيها الانجليش اللي انا بذاكر فيها اهو، دي كابيتال اهو. هعمل واحد اهو، واحد كمان مرة، يلا اعمله معايا واحد، بعدين نمشي بطن صغننة كده عنده، بطن كبيرة كده. طب دي سمول اهو يا مس، عندي السطرين اهو اهو، هعمل نص دايرة كده زي سي سمول، واقوم طالع بواحد ونازل بواحد وعنده دي. طب يا مس ينفع اعمل دي سمول كده وكده؟ لا كده بنمشقلب، احنا عشان نمشي صح هنبتدي من هنا. طب يا مس ينفع اعمل كده 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 كده؟ لا، لا كده ينفع ولا كده ينفع. همشي ازاي؟ همشي اهو بين السطرين، هعمل سي سمول كده، وقوم طالع بواحد وانزل بالواحد تاني واعمل له ديل كده. ماشي يا كيجي؟ ودي كابيتال، محدش يعملها لي كده اهو. لا غلط، محدش يعمل الواحد كده ويقوم عامل كده، مش من تحت، احنا بنعمل واحد كده وننزل تحت. خلاص يا كيجي؟ طيب تعالوا نشوف هنا بقى، بيقول لي learn sounds with busy b. learn sounds with busy b. اول حاجة عندي هنا بيقول لي listen and repeat. repeat يعني ايه؟ listen الاول يعني ايه؟ بسرعة كده هنسمع المس، repeat هنقول وراه. تعالوا نشوف كده بقى مع بعض. د د د دا دي دا دي. سمعت الصوت؟ اول صوت كان عامل ازاي يا كيجي؟ دك. ها حد ركز معايا؟ د د دك، د دوج، د دول. احنا طبعا في لعبة الاصوات اللي احنا لعبناها قبل كده، شوفوا ان شاء الله هتلاقوا الفيديو اللينك بتاعها في الوصف بتاع الفيديو. كنا اخدين ان في لتر دي لما باجي اقوله لازم زوري يعمل فايبريشن، بحط ايدي على زوري واخليه يعمل فايبريشن، د د د. لو عمل فايبريشن وانت بتقوله يبقى انت كده قلته صح. دادي، دك، دوج، دول. دادي دادي. هو از ذس، هو از ذس يا كيجي؟ يلا نفتكر هو از ذس. ها دادي
ها دق دل دل دق 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 دل دل دق دق دل. بيقول لي هنا لوك اند سيركل دي، بيقول لي ايه؟ اعمل دايره ميكا سيركل. هعمل ايه؟ اهو ميكا سيركل، يبقى هعمل دايره كده على ايه؟ على لتر دي. تعالوا نشوف هنا د د، ركزوا بقى معايا هنا يا كيجي شويه عشان دي ايه هيلخبطنا فيها. د دي فيها كام دي يا كيجي؟ سمعنا الصوت ده كم مره؟ سمعناه مرتين يا مس، مره في الاول مره في النص. يبقى انا هعمل دايره هنا على دي، وهعمل كمان على دول، على دي الدايره ودي الدايره دق. يبقى دي اسمها دبل دي، لما يكون حرفين كده متكررين ورا بعض اسمه دبل. دبل يعني اتنين من الحاجه دي، دبل اتنين دبل دي. دق اهو ميكا سيركل، دق د د دق اهو دول، هعمل دايره هنا. يبقى احنا هنا في الصفحه دي اتعرفنا على ايه؟ على الصوت بتاع لتر دي. طيب تعالوا هنا بقى هنعرف ازاي نكتبها، بس احنا خلاص يا ميس بقينا شاطرين وعرفنا نكتبها. هو هنا بيقول لي اهو هعمل نص دايره كده، واقوم طالع بواحد ونازل تاني بيه، واعمل الديل بتاعه دادي. هعمل هنا تريس، هعيد على النقط تاني، تريس يعني جايب لي نقط وعايز نعيد عليها. دق دول دوج، فايند الدق اند كولر. بيقول لي بقى هنا لعبه جميله جدا، بيقول لي دور على الصوت لتر دي ولونه. تعالوا نشوف كده يا ترى ده دي. ايوه يا مس، ها وده دي سمول، دي سمول، دي سمول، ها ام سمول يا مس، يبقى مش هلونه. طب ده اتش سمول، مش هلونه. بي لا برضو مش هلونها. دي هلونها، بي مش هلونها، دي اهي اتش لا، بي لا، دي صح هلونها، ام مش هلونها، اتش مش هلونها، دي. يبقى احنا هنلون لتر دي اللي موجوده عندي هنا في الصفحه في الرسمه دي، وكمان ممكن نلون الولد الجميل ده لو حبيت. اوكي يا كيجي، يبقى احنا كده خلصنا الصوت بتاع لتر دي، ده ده ده، عرفنا الساوند بتاعه. طيب يلا نلعب لعبه بقى جميله كده. طبعا ما تنسوش تدوسوا على لايك للفيديو لو كنتوا بتشوفونا لاول مره، يا ريت ما تنسوش تدوسوا على سبسكرايب، كلمه سبسكرايب عشان تشتركوا في القناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. هنلعب لعبه دلوقتي، انا عندي هلعب لعبه واتس ميسنج. عندي اخدت اربع حروف، اربع فور ليترز بالساوندز بتاعتهم، اتش وبي ودي وام، صح؟ طيب هنلعب واتس ميسنج، هنقلبهم وهناخد واحدة ونرجع نقلب دول، نفتكر بقى نشوف مين اشطر حد هيفتكر ايه الساوند اللي ناقص عندنا. ها احنا معانا دي و اتش و ام، يا ترى يا كيجي واتس ميسنج مين اللي ناقص؟ واتس ميسنج، ها اكسلنت، اللي ناقص بي يا مس، ب ب ب بوك. ممكن نعمل لعبة جميلة خالص في الفصل او في البيت مع الاولاد، ان احنا هنكتب كروت زي كده، هنعمل كروت زي دي، وهنخبي كل واحد فيهم في حته في البيت او في اوضه مثلا، اوضه الالعاب بتاعه الاطفال، هنعين كل ورقه في حته، والاطفال او في الفصل هنعين كده في اركان مختلفه، وكل طفل شاطر هيقول لي ايه المحتوى بتاع الكارت بتاعي. الطفل اللي هيلاقي لتر بي هيقول لي يا مس ده بي، ولما اتحط بين الشرطتين بقى اسم ب الصوت ب، وكمان كلمه بوك بوك هنا كمان. يبقى احنا لازم نخلي بالنا يا كيجي، عندي حاجه مهمه جدا جدا، ده كده اسمه لتر دي، اوكي ده اسمه لتر دي. اول ما هحطه بين شرطتين كده بقى اسمه الساوند ده، ده يبقى ده كده لتر. اول ما يتحط هنا يبقى الصوت بتاعه ده، يبقى دوت دي، انما ده د د. اوكي يا كيجي، يبقى احنا كمان لعبنا النهارده لعبه جميله خالص، لعبتين واتس ميسنج، وكمان هنلعب اللعبه ديت بتاعت هنخبي الكروت دي في اماكن الاطفال يقدروا يوصلوا لها، وكل طفل هيعرف لي على محتوى الايه الكارت اللي معاه. كده احنا خلصنا يا حبايبي حلوين. يبقى توداي وي كان رايت the letter D.
we can write letter D. احنا النهاردة عرفنا ازاي هنكتب letter D وكمان عرفنا الساوند بتاعه وعرفنا كلمات عليه. يلا حبايبي المرة الجاية هنشوفكم في قصة جميلة خالص مع بيزي بي. لو كان الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تدوسوا على لايك وشير الفيديو، ولو بتشوفونا لأول مرة يا ريت ما تنسوش تدوسوا على كلمة سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا ما ننساش أهم حاجة زي ما اتفقنا إن احنا هنبص دايما هنا عشان نعرف المحتوى بتاع الدرس اللي عندي. باي باي يا كيجي، باي.